الغرب هم فير في اللي بيعملوه، سواء كانوا بيتكلموا في هوليوود او في الافلام بيوصلوا صوره الاسلام الحقيقيه، انه الاسلام فيه احكام تشريعيه بتبقى ضد المراه، والكفرج بتاع الاحداث بيبقى 3.5 اكتر للاسلام ضد الاسلام، لكن الحاجات التانية بينقلوها اللي هو ممكن قليل او كده، قصدي يعني بنسبه اكبر بيركزوا على الحاجات اللي نجت. الدول الغربيه كلها في مساجد، من اهمهم الاسبانيا، لو عندهم مساجد والاركتكتشر بتاعهم برضه كويس. اجينست الناس اللي هم اصلا مثلا عايشين في امريكا، يعني امريكان مصر خايفه منها والناس كلها خايفه في الشارع منها، فممكن ياذوها بكلام، ممكن ياذوها بنظرات، ودي حاجه في البني ادم ما تقدرش تغيرها، دي حاجه لحمايه الشعب وحمايه الشخص والشعب. صح. طب طيب بقول لكم حاجه بتتنقل في الافلام زي اما حصل في امريكان سنايبر، كانوا بيوصلوا صوره الاسلام الواقعيه. فالمسلمين بالذات عشان يسافروا الدول دي بقت حاجه بالنسبه لهم اصعب بسبب الاسلام، انه على عكس المسكونسبشن اللي الناس كلها فاكراه، لا هو اكشلي الافلام بتجيب الصوره الحقيقيه للاسلام. We are here for a greater purpose. You are a servant no longer. You will teach me Urdu and the Quran. You've upset the order. الملكة نفسها كانت بتعامله، الدكتورة نفسها كانت بتعامله بطريقة حلوة. On his own merits. Now he is my friend. هما مسلمين. فرنسا اكتر دولة في الغرب او في غرب اوروبا فيها عدد مسلمين، ومع ذلك في المدارس واي مكان بابليك ممنوع منعا تاما، وهيتعاقب اللي يلبس اي حجاب او اي حاجة بتدل ان هو مسلم. في السورس بتاعها بالظبط، بس انا اقول لك على حاجة، لو انا في مدرسة دلوقتي وبانفورس يونيفورم معين، انا من حقي انفورس اليونيفورم اللي انا عايزه. ظهر ضد المسلمين بعد الحادثة دي، ناس بتتكلم راحوا داخلين، ناس مسلمين داخلين ملطشين فيهم وضربة بالاقلام، بيثبت ايه ده؟ بيطلعنا احنا ايه؟ مدارس بتمنع المسيحيين من ان هم يخشوا، فكون ان انت عندك مجرد ريجوليشنز لاعتقاد ما من اللي حاط ريجوليشنز دي، فده ما يخليكش متحيز، انت بقى شخص معاك فلوس ومعاك سلطه. اول حاجه بالنسبه لموضوع فرنسا، دي حالات فرديه جدا اللي بتحصل، لكن بيحصل عليها تعميم وبيعاملوا المسلمين كلهم بالطريقه دي. بالنسبه لمصر في فرق كبير جدا ما بين ان المدارس كلها تعمل حاجه وان يبقى في مدارس ذو خلفيه دينيه، مع ان مدرسه اسلاميه او مدرسه راهبات بيرفضوا. عموما السكول سيستم بيفرض ان ما ينفعش حد يلبس حجاب. بالاضافه لكده اتمنع دخول مدرسه بسبب انه لابس صليب، لو ما اتمنعش معناها ان انت كده ضد دين معين. حلو، دي حاجه. الحاجه الثانيه، في نفس الوقت اللي في شخص اتقتل فيه المدرس اتقتل فيه، حلو، التقييم الاعلامي بتاع المدرس، اي ميديا هي تعبير عن صانعها، فطبيعي لو انا عندي قناعه معينه او فكره معينه مش هطلع في فيلم اقول غيرها. الغرب مش بس بيظهر ان المسلمين متوحشين، برضو بيظهر الحاجات المسلمين بيعملوها كويس، ما دام المسلمين بيعملوها كويس. كون ان احنا عندنا تقصير فان احنا نظهر نفسنا بشكل كويس، ده عيب مننا. والدليل على كده ان احنا لما بنوصل افلام مننا للاوسكار بتبقى افلام كويسه جدا، وابسط مثال فيلم تشيلدرن اوف هيفن، وده خد اوسكار في التسعينات، وكان كله عن ناس عايشين شيعة غايه الاطفال، عارفين في ايران الاطفال نفسهم محجبات، كون ده ما منعش ان هو يكسب الاوسكار. دلوقتي انت حسام صح؟ ان شاء الله. انا يا عم مقتنع ان انت شخص وحش، وهصورك وانت هجيب واحد شبهك بيتكلم على بشكلك وبصورتك وباسمك ان انت عمال تضرب في الناس وتقتل في الناس وعمال تشتم وبتاع، وهجيبك وانت بتدي واحد غلبان سندوتش كان قاعد على صدق، وانا كمان هبقى مش متحيز، انا خلاص انا بقى يعني بيستخدم نفس اللوجيكال فالسي، ان حتى لما جاب سيره الافلام استخدم فيلم واحد بس وصل الاوسكار سنه 1990، رغم ان صناعه السينما خصوصا النهارده بقت متطوره جدا عن زمان، وفي افلام كتير عربيه بتطلع لكن ما فيش حد مهتم بيها. موضوع الافلام اللي وصلت، انت دلوقتي بتقول الصناعه، قارن دلوقتي بجوده التطور، قارن الصناعه دلوقتي بصناعه زمان. انت كل الافلام اللي مصر بتقدمها، مثلا هضرب مثال كمصر، انت ضربت مثال عن فرنسا للغرب، هضرب مثال عن مصر للعرب، كل الافلام اللي هي بتقدمها اللي كان وكده كلها بتعبر عن قد ايه مصر مظلومه. في ستاتستكس كتير جدا بتقول ان هم حوالي 82% من المسلمين هناك بيعانوا من ديسكريميشن، فازاي برضو يو اس فير مع الاسلام؟ من مراقب بس، من المغرب بس. بتكلم على اساتذه نوت ايميجرنتس، يعني معاهم الجنسيه الالمانيه. انا عارف، بس انا بتكلم دلوقتي هم جم الاول ازاي؟ ناس يعني كتير ميجرنتس، الناس دي بتعمل ليه انشغل في المانيا وفرنسا؟